الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلله الحمد والمنة، هدانا لأقوم طريق وأحسن سنة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور أبصارنا محمد بن عبد الله البشير النذير والسراج المنير والرحمة المهداة، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى سنته والتزم أوامره، واحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم غير حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. بارك لنا فيما تبقى من رجب، وبلغنا بفضلك الكريم شعبان ورمضان، واعتق رقابنا أجمعين من النيران. آمين آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما أحوجنا إلى تقوى الله تبارك وتعالى، فإنه لا عز لنا في هذه الدنيا ولا سعادة لنا في الآخرة إلا بتقوى الله عز وجل. وإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم وفقنا أن نكون من عبادك الفائزين. أيها الأحبة الأفاضل، ما زال الحديث مستمرا عن القيم الأخلاقية والتربية الإيمانية من خلال سورة الحجرات. هذه السورة التي وجه الله تبارك وتعالى فيها النداء إلى عباده المؤمنين من أجل تربيتهم والرقي بأخلاقهم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب موجه إلى المؤمنين، لأنه ينبغي على المؤمن أن يكون بمستوى من الخطاب وبمستوى من المسؤولية إذا كان عبدا مؤمنا لله تبارك وتعالى متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، وهنا وجب على المؤمنين أن يصغوا إلى النداء الرباني. إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية أيها الأحبة توجه المؤمن إلى أن يحسن الظن بالمؤمنين، وإلى أن يحسن الظن بالله رب العالمين تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن،
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية أيها الأحبة توجهنا إلى أن نلتقي بالقيم الأخلاقية، لأن سوء الظن من أكبر المذائل ومن أسوأ الأخلاق، لأن صاحبها فاسد قلبه وطويته. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنه ينبغي على المسلم أن يجتنب سوء الظن، لأن سوء الظن أكذب الحديث. وسوء الظن يحبه هو البهتان، هو أن تفكر في إنسان أو في امرأة أمر سوء ثم تتبع هذا الخبر فتنشره. لذلك إن بعض الظن إثم وليس كل الظن، لأنه إذا بقي الظن في النفس وفي قرارة القلب ولم يترجم إلى عمل فليس فيه إثم. ولكن الإثم أيها الأحبة أن يترجم هذا الظن إلى العمل فتنقل خبرا سمعته دون أن تتثبت، لمجرد أنه قيل، لمجرد أنه دخل الشك في نفسك، رأيت أمرا شائنا يحتمل الصواب والخطأ، ولكنك مع ذلك تتبعت هذه الآثار وهذه السلبية معتقدا أنك تفعل خيرا، ولكن سوء الظن لا يأتي بخير أيها الأحبة. لذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من هذا الإثم ومن هذا الخلق الوخيم، لما يترتب عليه من مفاسد اجتماعية، ولما يترتب عليه من مفاسد أخلاقية، ولما يترتب عليه من الإساءات بين المؤمنين، ولما يترتب عليه من انتشار الفاحشة من غير دليل، وهو يغضب الله سبحانه وتعالى. فالمتبع للظن أيها الأحبة يغضب الله سبحانه وتعالى ويذيب الثقة بين المؤمنين. وحينما ينشغل الإنسان بالناس ويتتبع الظن يزيل الثقة بين المؤمنين في الوقت الذي نحن فيه مدعوون إلى أن تكون هناك ثقة فيما بيننا، تعاون فيما بيننا، تآلف فيما بيننا. أما سوء الظن بالمؤمنين فإنه يفسد هذه العلاقة ويقطع هذه الثقة. وكم من أرحام قطعت بسوء ظن، وكم من علاقات اجتماعية دمرت بسوء ظن. لذلك معاشر الأحبة إنه يغضب الله سبحانه وتعالى، وكذلك هو سبب لفساد النية وسبب لفتح أبواب الشياطين. والشيطان هو رأس الفاسقين، والله عز وجل أمرنا إذا سمعنا خبرا أن نتثبت منه، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والشيطان أيها الأحبة هو زعيم الفاسقين، إنه كان من الفاسقين. لذلك لا ينبغي أن نتبع الظن وأن نتكلم فيه دون أن نتثبت، وأن نحرص كل الحرص أن يجتهد المسلم على أن لا يتكلم بكلمة تغضب الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم. وأكبر مشكلة أيها الأحبة هذه الأمراض التي تعالجها سورة الحجرات أنها أمراض منتشرة في المجتمع. هناك بعض الناس فسدت طويتهم ونياتهم وفسدت أخلاقهم، لذلك يسيئون الظن بكل الناس. وأي كلمة تنقل فإذا بها تنتشر انتشار النار في الهشيم، مع أنه لم يتثبت وأنه لم يحرص على أن يصمد. الصالحون أيها الأحبة والعارفون بالله يتخذون لإخوانهم 70 عذرا، 70 عذرا إذا ورد في رأى منه أمرا قال ما
نحمل هذا الأمر على الخير، يعني حسن الظن. فإذا لم نجد هذا الأمر نعطيه عذرا، 70 عذر، لأن المسلم ينبغي عليه أن يستر أخاه. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. لذلك أيها الأحبة، لا ينبغي على المسلم أن يبادر بسوء الظن، بل أن يبادر بحسن الظن. فالمؤمن يحسن الظن بإخوانه، والمؤمنون فيما بينهم، حتى لو وجد أمرا صدر منه خطأ دون تعمد، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وجب عليه أن يستر، لا من مجرد أنه قيل عن فلان كلاما. وهذا سوء الظن يكون يلحب بأهل الصلاح، بأهل التقوى، بأهل العلم، بأهل الفضل، بأناس المعروف بالخيرية عنه. أما الفساق والذين يشتهرون بالفسق وبالمعصية، والذين يغتابون وأصحاب البهتان، هؤلاء ليست لهم سوء الظن، بل ينبغي أن يسيء الظن بهم. أما العدل أيها الأحباء من الناس أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العلم، كم من العلماء من يسيء الظن بهم لمجرد أنه قال كلمة وما يدري، لعله قالها تحت ظرف اعذره، لعله قالها وهو ليس بإمكانه أن يقول غيره، وليس بإمكانه أن يصمت، لعله قيلت عنه ولم يقلها. وما أكثر من يولى حبه. وأعلم جمعية خيرية، تجد بعض الناس فبدل أن يرفعون من همته ويدعون له بالخير ويدعمونه، فإذا بهم يشككون في ذمته ويشككون في أخلاقه ومعاملاته. وهؤلاء أيها الأحبة عقابهم عند الله وخيم، فالله عز وجل قد حذر هؤلاء. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فلذلك في كل الآيات تشير أيها الأحبة إلى أنه ينبغي على المؤمن أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يصلح من أخلاقه، وأن يرتقي بنفسه حتى ترتقي حال هذه الأمة. فإذا كانت الأمة كلها تشك ببعضها البعض، في ناس مبتلين بالشك وأمراض الغيرة، فهو مصدر هذا المرض مرض الغيرة، مرض الشك، مرض الحسد، مرض حب الذات، مرض أنه ينبغي أن يكون خيرا منه. لذلك يشيعون مثل هذه الأمور، ومن كانت قلوبهم ضعيفة وإيمانهم ضعيف يحملون مثل هذه الأخبار ويذيعونها، ولا يدري أنه سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. فتح باب الشيطان، وأن هناك أعظم من باب الشيطان إذا فتح. وكذلك يكون المرء ضعيف الإيمان، ونحن ينبغي أن نكون أمة قوية، أمة متماسكة. كما ترون العالم كله منشغل بنا ونحن مشغولون بأنفسنا، بدل أن ننشغل بطاعة الله عز وجل ويرفع بعضنا بعضا ويعذر بعضنا بعضا ويأخذ بعضنا على يد بعض ويعين بعضنا بعضا، فإذا بنا مشغولون نحن بأنفسنا. فبدل أن يذكر ذاك الرجل الصالح بخير، أو ذاك المتصدق بخير، أو ذاك المتصدق لعمل الصلاح أو للدعوة أو للعلم، فإذا بهؤلاء يحاولون أن يشككوا الناس بأمثال من أهل الفضل، من أجل أن تتزعزع قاعدة المسلمين. أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام
صفية زوجته رضي الله عنها وأرضاها. كان عليه الصلاة والسلام في المسجد معتكفا، فجاءت صفية وجلست مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده ساعة، ثم لما أرادت أن تذهب خرج معها صلى الله عليه وسلم، وكانت الدنيا عتبة. اثنين من الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيدة صفية، ولكنهم لا يعرفون السيدة صفية لأن الدنيا عتمة وهي تضع نقابا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: على رسلكما. طول بال، إنها صفية. قالوا: يا رسول الله، سبحان الله، نحن نشك فيك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، وأخشى أن يكون الشيطان حط براسكم شيء، حط براسهم لما تكلموا في السيدة عائشة، ليس غريب. لذلك هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية، يعني ما تفكرش في سلبي، بل المؤمن ينبغي أن يحسن الظن أيها الأحباء بإخوانه بالمؤمنين. وهذا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا حسن الظن، مع أنه هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قال هلك الناس. في ناس ما عنده شغل وعمل غير تتبع العورات، هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكه، يعني هو بيكون هو راح فيها، يا أما هو من تتبع عورات الناس وحرصه على أن ينشر الأخبار كان سببا في هلاكهم والعياذ بالله. وكم من الأسر، وكم من النساء، وكم من الكثير، وخاصة عمر هذه الأجهزة الذكية، انتشرت أعراض كانت بريئة آمنة، فبخبر وبسوء ظن أهلك الحرث والنسل، وتسمعون الأخبار وأنتم بالغنى عما تسمعون. أيها الأحبة، حرمة عرض المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة. صوروا معي عظم الكعبة، بيت الله، بنيان هذا البنيان ما أعظمه عند الله، ولكن الإنسان هو بنيان الله الذي بناه، فبنيان الله عز وجل حرمته أعظم من حرمة الكعبة. لذلك حق المسلم على المسلم أن يصون عرضه، وحق المسلم على المسلم أن لا يسيء الظن به، بل يتقي الله فيه. أيها الأحبة، صحابي جليل في يوم فتح مكة، طبعا تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب إلى مكة دون أن يخبر أحد، فأشار بين الناس، ما أحد يخبر ولا أحد يرسل أي رسالة. واحد من الصحابة كان من أهل بدر رضي الله عنه وأرضاه، أرسل رسالة مخفية إلى أهل مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي إلى مكة. طبعا سيدنا جبريل عليه السلام نزل ليخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. أرسل علي رضي الله عنه وأرضاه ومعه بعض الصحابة، أتوا بهذه الرسالة، إيت بهذا الصحابي الجليل. طبعا بعض الصحابة لمجرد أنه سمع الخبر خيانة عظمى لله ورسوله، بعض الصحابة قال: هذا منافق يا رسول الله، نقطع عنقه. قال عليه الصلاة والسلام: على رسلكم. إيت بالرجل، لماذا فعلت هذا؟ قال: يا رسول الله، ما فعلته خيانة لله ورسوله، ولكن أنا لي أقارب في مكة ما عنده ما حد يساعدني، لذلك أنا حاولت بأسلوب غير مباشر أن أتقرب إلى أهل مكة، حتى إذا ما دخلت مكة ما يكون من هؤلاء القوم عداء على أهل بيتي وأقاربي. يعني شوفوا المسألة، هو أخطأ بفعلته ولكنه كان حريص، كما هو الحال اليوم. بعض الناس إذا كان تكلم بكلمة ينسبونه إلى الظالمين والمجرمين، طيب اصبر على رجل لعله عنده عذر. لا، نحن ما شاء الله سريعين في الفتاوى، ندخل الناس النار وندخل الناس الجنة، نجعل هذا من أهل الصلاح ونجعل هذا من أهل الإجرام والمجرمين لمجرد كلمة. فقال عليه الصلاة والسلام وقد صفح عنه، وقال الصحابة قال: منافق، قطع رأسه. قال عليه الصلاة والسلام:
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وجد له عذر صلى الله عليه وسلم. ونحن بأمس الحاجة أيها الأحبة في ظل هذه الأمواج المتلاطمة والشبهات الوارنة والوافدة وفي ظل هذه المشاكل التي تعصف في الأمة أن يحسن الظن المسلم بأخيه. سوء الظن بالأنبياء وهذا الأمر ليس جديد. إنا لنظنكم من الكاذبين واحد ورا واحد من الأنبياء مع أنهم كانوا منهم وكانوا معهم ويعرفون أصلهم وفصلهم وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون كل شيء منذ أن خلق إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ما في صغيرة وكبيرة إلا ويعرفونها عنه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أساء الظن به. إساءة الظن بالأنبياء وإساءة الظن بالعلماء وأعظم الإساءة وأكبرها جرما أن يسيء الظن بالله تبارك وتعالى هذه أعظم المصائب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي خيرا يلقى خيرا شرا يلقى شرا. أعظم العبادة حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن تحسن الظن أن الله غفور رحيم وأن تحسن الظن أن الله كريم وأن تحسن الظن أن الله تبارك وتعالى لا ترك عباده هملا. بعض الناس نظرا للمصائب التي ألمت في الأمة أساء الظن بالله فقال: أين الله مما يحصل؟ بعض الناس والعياذ بالله أساء الظن بالله تبارك وتعالى وقال: كيف يسكت الله عز وجل عن مثل هذه الجرائم التي تحصل؟ هذا والعياذ بالله باب إلى الكفر. أن يحسن العبد الظن بالله تبارك وتعالى. بعض الصالحين كان في مكة في عرفة فسأل أحد العارفين: أكثر الناس اليوم محروم ظالم لنفسه من هو؟ قال: الذي يسيء الظن بالله أن الله لن يغفر لهذه الجموع. ينبغي على المسلم أن لا يموت إلا ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أحد الناس مقبل على الموت فإذا بأمه تقول: يا أمه، يعني أنا كنت أتمنى أن أكون أنا من يحاسبك. قال: لا يا أمه، لو أنت تحاسبيني مشكلة، أنا أريد أن يحاسبني الله عز وجل فهو أرحم منك وأرحم من الناس أجمعين. تحسن الظن بالله تبارك وتعالى. لذلك من صفات المنافقين إساءة الظن بالله عز وجل. أكبر مصيبة وأعظم جرم الإساءة إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، إساءة الظن تتبع لخطوات الشياطين، والله عز وجل أمرنا أن لا تتبع خطوات الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا يتتبع المرء الشيطان، وليحرص إذا دخلت إليه وسوسة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وليست السوء الظن معناها الفتنة، لا، نحن في زمن كثر فيه المنافقون وكثر فيه والعياذ بالله من فسدت قلوبهم. لذلك ليس معناه أن يحسن الظن بالناس كلهم. في ناس استغلاليين، في ناس متسلقين، في ناس حريصين على أن يؤذوا المؤمنين، في ناس يحاولوا أن يستغلوا طيبة المؤمن. ينبغي أن تكون حذرا. فالناس أيها الأحبة فيها صفة الملائكة وفيها صفة الشياطين. لا ينبغي أن تحاسب الناس كلهم على أنهم ملائكة فبتفوت بالحيطان وإذا ما بتفوت على السجن كده، ولا تحاسب الناس على أنهم كلهم فيهم صفة الشياطين وإلا ما تثق بأحد من العالم. لذلك ينبغي على المؤمن أن يكون حذرا فاطنا. وهذه ليست من سوء الظن. كيف الواحد أيها الأحبة
يحاول أن يحرص أن يبعد سوء الظن. أولا أن يتقي الله عز وجل، ثانيا أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويحفظ لسانه، لأن هذا اللسان هو الذي يريد العبد المهالك، وهو الذي يريد العباد النار. قال: وما أخذونا نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. اللسان أيها الأحبة يطيح بكل الأعمال، تلاقي واحد صائم بالنهار قائم بالليل يتصدق، ما شاء الله ما أحد يسبقه في الخير، ولكنه عنده مشكلة لسان والعياذ بالله، سيء الظن بالناس، يختال ويختال، يؤذي جيرانه بلسانه. وهذا ما نعرفه. قال يا رسول الله: فلانا امرأة صائمة بالنهار قائمة بالليل عابدة، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار. الله أكبر، كل الأعمال طاحت بالقيل والقال. لذلك وأن يحرص المرء أيها الأحبة أنه في حال نشر هذه الأخلاق الرذيلة كيف سيكون مردودها، وكيف سيترتب المفاسد على المؤمن والمؤمنة، حتى على المجتمع المؤمن، على المجتمع بكليته، كيف سيكون موقفه إذا تبين أن هذا الظن في غير محله. لذلك ينبغي أن نحرص كل الحرص على أن نتقي الله في ألسنتنا أيها الأحبة. الله عز وجل يقول: وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كثير من الناس والعياذ بالله يظن أن الله لا يراه، يظن أن الله لا يسمعه، ولكن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وسوء ظنه بالله أرداه، فكان يوم القيامة والعياذ بالله من الخاسرين. نعوذ بالله وإياكم أن نكون من الخاسرين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفروا الحمد لله وكفى، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن وفى. أما بعد أيها الأحباء، كلنا يعلم أننا سنلقى الله عز وجل، والله عز وجل يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالله لا يظلم العباد شيئا. ويوم القيامة أيها الأحبة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من سوء الظن، سليم من الحسد، سليم من الحقد، سليم من البهتان، سليم من الشبهات، سليم أبيض. بعض الناس يقول لك: أنا قلبي أبيض بس ما بيصلي، أنا قلبي أبيض بس بيحرق الأخضر واليابس، ما بيخلي امرأة ولا بيخلي رجل إلا ويسيء إليه. هذا قلب أسود ليس أبيض، هذا فسد قلبه وفسدت جوارحه، لأن البهتان والأحبة وسوء الظن إنما ينتج عن قلب فاسد. فلذلك ينبغي أن نحرص كما نداوي أبداننا أن نعالج أمراض قلوبنا. لذلك ربنا تبارك وتعالى أنزل هذه السورة الكريمة وهو يدعو المؤمنين من أولها إلى آخرها إلى الاقتداء بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الارتقاء بالقيم الإنسانية، إلى الارتقاء بالقيم الأخلاقية، لأنه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة،
الاسلوب جبوت الله und der Friede der Segen sind mit unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sprechen immer noch über die Ethik aus Surah Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala spricht dort, o die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Mutmaßungen gehören zu den unschönen Charakterzügen, die Streit zwischen den Menschen stiften und zu Verfeindungen führen. Die Folge ist, dass der Kontakt zwischen den Menschen abgebrochen wird. Mutmaßungen werden wie das Feuer beschrieben, welches das Herz des Menschen angreift und ihn zu Unruhe bringt. Die Beziehung zu seinen Mitmenschen wird damit zerstört. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam warnte uns vor Mutmaßungen. So sagt er sallallahu alaihi wasallam: Wehe euch vor Mutmaßungen, denn Mutmaßungen sind die Geschichten mit den meisten Lügen. Imam al-Ghazali radiallahu anhu sagte: Wisse, dass Mutmaßungen verboten sind, so wie schlechte Reden verboten ist. Der Grund, warum Mutmaßungen verboten sind, ist, weil die Geheimnisse der Herzen nur Allah kennt, subhanahu wa ta'ala. Imam al-Sirin sagte: Wenn dir etwas Schlechtes über deinen Bruder erzählt wird, dann suche ein Ausrede für ihn. Wenn du diese nicht findest, dann sagte wahrscheinlich hat es einen Grund dafür. Und Imam al-Shafi'i rahimahullah sagte, wer sich ein gutes Ende wünscht, der soll Gutes von den Menschen denken. Gutes über die Menschen zu dem Denken bedarf große innere Anstrengung, vor allem, weil der Shaitan stets dem Menschen Schlechtes einflüstert. Eine positive Haltung hat zur Folge, dass man von den Mitmenschen geliebt wird. Das Herz ist der Ort, wo Allah aufschaut, so sollte das Herz friedlich sein und kein Hass zum oder Neid noch Mutmaßungen haben. Denn wie Allah im Koran sagt, am Tag des Gerichts wird keinem sein Besitz oder Kinder helfen, sondern nur demjenigen, der mit einem friedlichen Herzen kommt. Möge Allah uns friedliche Herzen schenken und uns zu denjenigen gehören lassen, die nur Gutes über die Menschen denken. Allahumma ya Rabbana aslih jawarihana wa aslih qulubana aslih zawahirana wa aslih bawatinana Allahumma khudh bi'aydina lima tuhibbu wa tarda waj'alna Allahumma min ar-rashidin اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين اللهم فرج هموم المسلمين اللهم فرج هموم المسلمين في كل بلد نذكر فيه اسمك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مقروضا ولا محروما اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك ان تبارك لنا فيما تبقى من رجب وان تبلغنا شعبان ورمضان وان تعتق فيه رقابنا من النيران وان تغير حال هذه الامه الى احسن حال يا رب العالمين
اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اهدنا واهدبنا واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. آمين آمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. وأقم الصلاة.